حليفان تاريخيان وصديقان مشاهدينا على كافة طاولة الحوار، وشريكان على ضفة واحدة من المسائل الدولية. لا شك أنهما أمريكا وإسرائيل، علاقة أعمق من مجرد اللقاءات الودية بين قادة البلدين. لكن الأنظار اتجهت اليوم نحو لقاء بايدن ونتنياهو الذي طال انتظاره، ورغم أن اللقاء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وبعيدا عن أسوار البيت الأبيض، لكنه ربما سيذيب جزءا من جبل الجليد. تشنجات في العلاقة تسيطر على الأجواء منذ عودة نتنياهو إلى السلطة، والأسباب تعددت، ومنها قيام نتنياهو بتكسير كل الحلول التي تؤدي لحل الدولتين وتوسيع الاستيطان. الحجر الذي رمي في البركة معكرا صفها هي سياسة نتنياهو دون شك، وعلى رأسها عزم حكومته على تعديلات قضائية، خطوة أثارت قلق واشنطن والخوف على الحريات والديمقراطيات في إسرائيل. لم يخفها بايدن، بل انتقدها علانية، مؤكدا أنها تنحرف نحو طريق تبتعد عن الليبرالية نحو مسار الاستبدادية. لكن صدر نتنياهو لم يكن رحبا لتلك الانتقادات، وشعر أنها تدخل في الشأن الداخلي الإسرائيلي. غيمة سوداء أخرى مرت على علاقة الرجلين عندما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن زيارة مرتقبة إلى البيت الأبيض، لكن الإحراج كان بانتظاره في رد البيت الأبيض، نافيا تصريحات الرجل ومؤكدا أن اللقاء سيكون في الولايات المتحدة فقط. خلافات شخصية أم غير ذلك، في النهاية يبقى التحالف تحالف الدول وليس أشخاص، تجمعه مصالح سياسية واقتصادية بل واجتماعية أيضا كما يؤكد الخبراء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.